كان هاني قطعوا لي المعاش ديالي، وكان خرج في اي الصبح نواعش وكل عشيه، ما كيعناش ساهموا في هذه الفتنه. يعني اللي كيقطعوا لك المعاش كيساهموا في الفتنه ديال البلاد. انا قطعوا لي المعاش ديالي، لماذا كنخرج صبحا وعشيا؟ سينيسيس قطعت لك المعاش لا ديالك؟ سينيسيس قطعت لي المعاش، وانا الوثائق ديالي هي هذه. نعم. ونعم ورينا الوثيقه نشوفوها. ها هي الوثيقه صورة. اللي صيفطوا لي هما هي هذه. نعم. قالوا لك 103 مشكوك فيها، علاش ما بحثوش فيها هما النهار الاول؟ وها الوثيقه اللي عطاني السيد. على 103 الايام مشكوك فيها قطعوا لك قطعوا لي المعاش. شحال المعاش ديالك؟ المعاش ديالي 950 درهم. شحال هذه مقطوع لك؟ مقطوع لي 4 شهور هذا. دابا انت تخرج في الاحتجاجات باش يتسلق المعاش. علاش ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نصرف. قلتي ما كنخلصش الموضوع من اجل هذا الشيء هذا. نعم. شكرا جزيلا. شكرا.